إسرائيل دخلت على بيتي وقتلت أعز أصحابي. أو حط إزره بالجليل، نحن هنكون هناك، نحن هنكون بظهره. إن شاء الله رح نظهر مش الفوتي، لأنه كل ما فتي بالدقيقة، كل ما فتي بالدقيقة، كل ما تظهر بتوسعي. رودس تعاملت مع استشهاد عصام كأنه The other day I was thinking إنه لازم حدا يعمل فيلم، إنه فيلم قصير عنك اسمه فرح آل هاشم، أو ما بعرف شو يقول الاسم، بس إنه يكون عنك. وقديش هيدي العلاقة اللي عندك إياها ببيروت، قديه هيدي عشتي فيها ورعتي فليت ورعتي رحت ورعتي على أمريكا وجيت ودرستي، إنه هيدا الو تبعك وعلاقته ببيروت وكيف دائما بتحكي عنه، إنه حدا يشوفك من برا. شكلي أنا اللي رح أعمل عنك فيلم يا عصام.